اهلا بحضراتكم مره تانيه من جديد. يمكن معانا النهارده ضيفي واستاذي طبعا اللي بنتعلم منه طبعا الاعلامي الكبير مهندس طارق رضوان. نورنا. اهلا وسهلا. اهلا ايه الاخبار؟ بخير الحمد كله لله. كله تمام؟ كله تمام. عندنا كلام كتير نشوفه ونتكلم عنه كتير، ولكن عايز اسالك في البدايه، شفت ازاي ضربه البدايه في دور المجموعات والزمالك امام بلاك بولز في مجموعه هي الاصعب تقريبا في مجموعات الكونفدراليه؟ بص مين هتستغرب، انا قلت لك ان المباراه الاولى دي رغم ان المشوار طويل لسه، يعني لسه في 5 مباريات ودي المباراه السادسه ده في دوري المجموعات، وبعدين بتوصل ان شاء الله لدور الثمانيه يعني او المربع الذهبي، قصدي ربع نهائي والمربع الذهبي وبعد كده فاينل، يعني لسه كتير. انما مباراه امبارح ديت وتحقيق فوز فيها خطوه مهمه جدا ربما تساوي 25% من مشوار البطوله. شوف بقى لدرجه ايه. اشمعنى؟ لو بدأت صح المباراة الأولى بتبقى على ملعبك، فلازم تاخد التلاتة بونت، فلو خدت التلاتة بونت وبدأت صح بتمشي صح بنسبة كبيرة. وعشان كده أنت في نسخ كثيرة جدا في دوري الأبطال كان بيحصل لخبطة ومشاكل. ليه؟ أول مباراة كنت بتخسرها تتعادل فده كان بيعمل لك ارتباك كبير جدا، وترجع تندم على النقطتين اللي ضاعوا اذا كنت تعادلت او الثلاث نقط اذا كنت خسرت. يعني انت كنت قابلت الشباب بلوزداد تفتكر من سنتين اول ماتش خسرنا. كنت قابلت مورديه الجزائر من 3 4 سنين كنا تعادلنا. ففرق معانا بالسلب. فمهم جدا بدايه المشوار في المجموعات. فالزمالك كسب، وبعدين امبارح طبعا كان في ظروف صعبه جدا يمكن ناس كتير ما خدتش بالها منها. اولا المباراه بدون جمهور. صحيح. ويعني الجمهور بيبقى ليه دور كبير جدا خاصه مع نادي الزمالك. دي حاجه. الحاجه الثانيه والاهم ان انت عندك غيابات كتير جدا ما بين اصابات وما بين ايقاف. والحاجه بقى الثالثه ان البطوله السنه دي صعبه جدا جدا جدا. ايوه. وتختلف كليا وجزئيا عن كل النسخ اللي فاتت، فعشان كده بدايتك وفوزك امبارح ده يعتبر خطوه مهمه جدا. طب يمكن انا عايز استفسر اكتر، ليه البطوله صعبه؟ ولكن في حركه قلت جمله مش عايز اعديها. قلت انه مباراه امبارح دي كان ليها اجواء خاصه، اول بند بتلعب من غير جمهور، فخليني اسالك بانك حضرتك استاذ في افريقيا. الله يخليك. شايف ازاي عقوبه نادي الزمالك يمكن في عقوبه نهائي الكونفدراليه اللي كان من تنظيم الكاف وحقوق التنظيم كانت للكاف، وايضا العقوبه الثانيه اللي هي تحت مسمى الانسحاب في مباراه سوبر افريقيا؟ خدنا التوب، خدنا اقصى عقوبه واحنا اصلا ما عملناش الغلط. صحيح يعني. صحيح. يعني الحقيقه يعني عقوبه مجحفه جدا ومبالغ فيها، والدليل مثلا اتحاد العاصمه انسحب ماتشين غرم 40,000 دولار. الزمالك بتقول نية في الانسحاب، فده كلام عجيب. وبعدين المهم جدا انه انت الفترة القادمة لازم يكون في تواصل مع الاتحاد الافريقي، لازم يكون الكوادر بتاعتك مستقبلا تعمل ان يكون في حد موجود في لجان مختلفة كثيرة جدا جوه الاتحاد الافريقي. لجنة الانضباط فيها مصريين، لجان المسابقات، اللجنه الفنيه طبعا رئيسها الكابتن محسن صالح مثلا مصري وهكذا. فما ينفعش نادي الزمالك على مدار التاريخ ما فيهوش اي شخص داخل الاتحاد الافريقي. لجنه الانضباط فيها ناس مصريين. طبعا فيها ناس مصريين. ودي اللجنه اللي اقرت العقوبه على نادي الزمالك. طبعا طبعا. طب دي بتعمل علامات استفهام؟ يعني بنلمح يعني حاجه؟ يعني شايفها يعني الموضوع يعني عقلي مش قد الصعوبه. حضرتك قلت انه في فرقه انسحبت مرتين وغرامه 40,000 دولار، يعني المباراه 40,000 دولار عفوا يعني ولا حاجه. لا وانسحب. انت بيقول لك نيته، وهو اصلا مراقب المباراه قال لك انا ما بفهمش اللغه العربيه وما شفتش شيكابالا بيقول للعيبه يلا ننسحب وما اعرفش قالوا ايه. فدي نقطه لازم نقف عندها. لا العقوبه يعني مرفوضه طبعا شكلا وموضوعا، والزمالك مقدم التماس. ويعني ان شاء الله يكون في الامور تبقى افضل. يعني ارجع بقى، انت كنت عايز اسال حضرتك ليه الموسم ده اصعب، يكاد يكون من اصعب المواسم في تاريخ بطوله الكونفدراليه؟ هو الاصعب مش من اصعب، هو الاصعب. انا وجهه نظري. ليه؟ اولا لاول مره تتنافس 8 انديه على اللقب. 8 انديه بتتنافس على اللقب. في ناديين في الجزائر، قسنطيني واتحاد العاصمه. الاثنين هما بيمثلوا. طبعا اتحاد العاصمه معروف لينا طبعا، واتحاد العاصمه هو يعني بطل النسخه اللي قبل اللي فاتت وواحد من الفرق القويه.
نادي القسنطيني بيتصدر الدوري الجزائري دلوقتي، يعني هو حاليا في الدوري نمره واحد، اتحاد العاصمه الثاني، يعني انت معاك في البطوله من الجزائر اول وثاني الدوري الجزائري، واحد واخد اللقب السنه اللي قبل اللي فاتت. يعني اقوى فريقين. تيجي ل تنزانيا سيمبا، انا بكلمك عن المجموعه الاولى، سيمبا التنزاني ده متصدر الدوري، وطبعا في تنزانيا متقدم على يانج، متقدم على عزام يونايتد، دي الفرق المعروفه هناك. هو بقى حظك كده السنه دي يعني. فطبعا دي بتديك مؤشر ان الفريق في قمه لياقته الفنيه والذهنيه والبدنيه. فريق في الصداره يعني، موجود في الكونفدراليه بس في الصداره. طيب تيجي بعد كده نهضه بركان، نهضه بركان عامل موسم جبار في المغرب دلوقتي. مين يقدر على نهضه بركان؟ محدش كسبه، بيتصدر الدوري، الدوري المغربي كان دايما الفرق تمشي بونت، ده الاسبوع ده ينزل الثاني، الرجاء يطلع، الجيش الملكي يجي بعديها، الوداد، لا السنه دي نهضه بركان الاول بفرق 7 بونت عن الثاني. ونهضه بركان طبعا فريق كلنا عارفين انه قوي طبعا، يعني خد البطوله مرتين ووصل فاينل كذا مره، ومديره الفني معين الشعباني. برضه من الامور المهمه جدا نادي المصري. النادي المصري فايق السنه دي وفريق قوي وعنده خبرات ممتازه جدا ومنافس قوي. اسك في كوت ديفوار طبعا، تاريخ كبير وواحد من الفرق القويه في كوت ديفوار اكيد. الصفاقسي يعني رغم انه نادي كبير واسم كبير، مش زي زمان، بس انا شايف انه عنده مشاكل ماليه طبعا كبيره، والجمهور زعلان من الانتدابات يعني بتاعته، في رئيس النادي حاليا في ليه مشاكل يعني، وبيتم التحقيق معاه يعني، ويعني في امور صعبه شويه. لكن لما تيجي القسنطيني، اتحاد العاصمه، والاثنين في الصداره في الدوري، سيبك ان هما في الكونفدراليه، وتيجي نهضه بركان في صداره الدوري المغربي، وتيجي للمصري فريق قوي، وتيجي للزمالك، وتيجي الاسك، واضح ان المنافسه قويه جدا جدا. هقول لك بقى على حاجه اكتر كمان. اتفضل. التيم اللي قابل الزمالك امبارح، بلاك بولز، ده في صداره الدوري برضه في موزمبيق، وفرقه بتلعب كوره حلوه يعني، طول المباراه عايزين يلعبوا يطلعوا بالكوره من تحت، مش خايفين. اقصى ممثل الكونغو اسمه اوتودوي من الدور اللي فات، تعرف الكونغو برضه من الدول اللي بتعمل لها حساب في الكوره. فالسنه دي لا صعبه. انت السنه اللي فاتت كان نهضه بركان واتحاد العاصمه، اتحاد العاصمه حتى طبعا خرج او انسحب او ما كملش المشوار، بقى نهضه بركان. فالامور كانت اكثر سهوله، السنه دي لا الامور في منتهى الصعوبه. لكن معذره جمهور الزمالك مع التصميم بتاع اللاعبين، مع انك كل مباراه بتاخد ثقه وبتكمل، ممكن تعمل حاجه كويسه ان شاء الله. فريق انيامبا النيجيري ليه تاريخ كبير في افريقيا، يعني المصري بورسعيدي قدر يفوز عليه امبارح بهدفين دون رد. شايف ازاي مجموعه الزمالك، وبالاخص مباراه الزمالك مع انيامبا اللي حضرتك وصفتها، يمكن بنتكلم مع حضرتك قبل الهوا، تقول لي من اصعب مباريات المجموعه. طبعا. والى اي مدى فوز الزمالك وفوز المصري في هذه المجموعه بيصب في مصلحه الفرقتين؟ اولا كان دايما لما تعمل القرعه احنا نتمنى ما يكونش في فريق فرقتين مصريين، ده في اي مسابقه. في ناس كانت تقول كلام، لا 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 ده كويس قوي عشان يساعدوا بعض ومش عارف يخدموا على بعض، كلام عجيب قوي يعني. يخدموا ايه يعني؟ انا هفوت لك ماتش او انت هتفوت لي الماتش بتاعك؟ بيحصلش عندنا في مصر. وبعدين المشكله في ايه؟ ان انت في ماتش بيتحسب على ملعبك، الماتش اللي على ملعبك ده انت لما بتقابل فيه فريق افريقي بنسبه 90% بتبقى كسبان، لكن لما بتقابل فريق مصري متعود ممكن يحصل اي حاجه. ممكن يحصل اي حاجه واي نتيجه، فبيأثر عليك النقط ديت يعني. فبالتالي دي بتبقى المشكله لما بيكون فرقتين من نفس البلد في نفس المجموعه. يعني عندك الجيش الملكي مثلا والرجاء الاثنين في مجموعه واحده في دوري الابطال، مشكله. الرجاء خسر 2-0 في بدايه المشوار وملعبه، خسر 3 نقاط في افتتاح المشوار، مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة، وفي بداية المشوار معاهم صن داونز كمان بالمناسبة في مجموعته. مجموعة نار دي. فأنت المجموعة بتاعتك بلاك بولز فريق كويس كل حاجة، بس أنا متخيل إنه صعب يكمل للآخر. بلاك بولز. يعني. مع إن متوقع مبارياته على ملعبه هتبقى صعبة. هيلعب صحيح. مباراة كويسة يعني. صحيح، لكن أنا شايف المنافسة الحقيقية هتكون ما بين الزمالك والمصري وانيامبا. طب ليه الزمالك والمصري من صلاحهم إن هم يكسبوا؟
المنافس الثالث هو انيمبا. يبقى النهارده المصري لما يلعب في نيجيريا يكسب هنا في ماتش نيجيريا ده كويس. لما يروح يكسب كمان انيمبا في نيجيريا وانت تعمل نتيجه ايجابيه كمان يبقى انت لعبت لصالحه وهو لعب لصالحك. ليه؟ لانه بشكل غير مباشر منافس. انت ضيعت 12 نقطه من المنافس خلاص، ريحت التيم الثاني اذا كنت زمالك او مصري. فبالتالي دايما لما يكون في ثلاث فرق في مجموعه لما فريق يكون بيخسر الفرقتين اللي موجودين التانيين يبقى صلاحهم 100%، لان مشوارهم بيبقى اسهل. المشكله لو حصل ايه؟ تعادل هناك، كسب، تلاقي ايه نقاط عماله تقرب، فتفضل انت لحد اخر جوله. وده ما بقاش مطلوب. طيب نيجي لمباراه انيام بقى. مباراه من اصعب مش عايز اقول لك مباراه يعني رزله او غلسه، لكن عايز اقول عادي بلغه الكوره غلسه مش مشكله. نيجيريا، انا رحت نيجيريا قبل كده. نيجيريا يعني مختلفه شويه عن دول كثيره، يعني وجمهورها عنيف شويه في الكوره وفي التشجيع، ويعني يمكن انت تابعت مباراه ليبيا او سمعت عن مباراه ليبيا ونيجيريا اللي حصل فيها مشاكل، وليبيا كانت اشتكت، وبعدين نيجيريا لما راحت ليبيا قالت لك احنا اول بعد قال ان ردوا الاستقبال وقعدوا في المطار يعني. فانا بقول انه مباراه الزمالك مع انيمبا هتكون مباراه هم معتادين على الطريقه دي مع منافسين، يعني لما الزمالك يروح. لا انا مش هقول ده، مش هقعد اتكلم في ده كتير طبعا. ولكن انا لازم اعمل حسابي ولازم الزمالك قبليها برضو عشان نبقى في الصوره. دايما المدير الاداري والمسؤولين، بعض المسؤولين بيروحوا بيستبقوا الفريق، غالبا بيكون مدير الاداري، مدير الكوره، اداري، يعني بيروحوا لازم قبل الفريق. ليه؟ تجهيز الملعب بتاع التدريب، الملعب اللي تلعب فيه المباراه، الاقامه، المواصلات اللي هيتنقلوا بيها، الحاجات دي كلها مهمه جدا. يعني دي في السنوات الاخيره مهمه جدا ان حد يروح قبلها، فده مهم جدا. اللي هيروح يستبق البعثه بيومين ويتاكد ان كل الامور على ما يرام. انا بقول حاجات يعني مهمه جدا طبعا. تاني حاجه نعمل حسابنا ان الجو في نيجيريا دلوقتي ممكن يوصل يوم المباراه ل 34 درجه. يا نهار ابيض، رطوبه هنا الجو. يعني هو المدينه اللي انت تلعب فيها مش على المحيط، وبالتالي الرطوبه ممكن تكون اقل شويه، يعني هي 600 كيلو عن ليجوس. يعني هي في الجنوب الشرقي من ليجوس، وهتلعب في ملعب ساعته 25,000 متفرج. انيمبا ليه شعبيه دلوقتي كويسه، يعني اول ما طلع في اول 2000 الجديده كان شعبيته اللي كان عنده شعبيه شوتينج ستارز رينجرز، دلوقتي لا، الفريق انيمبا ده عنده شعبيه. وهو بيشارك باستمراريه في دوري الابطال والكونفدراليه طبعا. في الدوري هو ناقص له ماتشين معجلين، لو كسبهم يبقى اول، لكن هو دلوقتي 6 نقاط بينه وبين الاول، بس هو لو كسب يبقى راكب عليه في فرق الاهداف كمان. فبالتالي الفريق انيمبا فريق يتعمل له حساب. ومباريات اللي بتتلعب في نيجيريا بتبقى صعبه مش سهله. ويفضل الزمالك يروح قبلها بفتره كافيه، يعني لانه الرحله برضو تبقى 6 ساعات ونص 7 ساعات تقريبا، متعبه. فانت عندك حراره عاليه 15 16 درجه اكتر من هنا. انت عندك طبعا الماتشات في نيجيريا ما بتلعبش تحت الاضواء، بتلعب عصرا الصبح. عصرا الملعب مش طبيعي، حراره عاليه طبعا. الفتره دلوقتي هي صيف. صيف في نيجيريا عكسنا يعني. هو ملعب نجيله طبيعي ولا صناعي؟ الملعب طبيعي. نجيله طبيعيه. وفريق انيمبا فريق جيد، يعني هو طبعا كان تم اختياره في دوري السوبر السنه اللي فاتت او الدوري الافريقي اللي كان موتسيبي كان عمله قبل دوري الابطال، ولكن هو ما كملوش يعني. والفريق فريق انيمبا زي ما قلت عنده ماتشين، هو دلوقتي رابع او خامس، لو كسب الماتشين يبقى الاول، يبقى اول بفرق الاهداف عن صاحب المركز الاول. فبالتالي يجب نعمل حسابنا جدا للماتش ده ونستعدله استعداد جيد. والماتش ده يعني لانه انيمبا من الفرق المنافسه ليك، فانا لازم اطلع بنتيجه ايجابيه، ده مهم جدا. تضمنش الظروف ايه؟ عايز اسال حضرتك، يعني
تعالى كده نتكلم عن الفرق المرشحه للصعود من دور المجموعات في كل مجموعه. يمكن المجموعه الاولى برضو هنفكر الساده المشاهدين فيها يعني سيمبا التنزاني، شباب قسطنطينيه، الصفاقسي التونسي، نادي برافوس ومكيس. يعني شايف حضرتك من وجهه نظرك يعني دلوقتي هي سيمبا الاول 3 نقاط وشباب قسطنطينيه الثاني 3 نقاط، بعد كده الصفاقسي 0 نادي برافوس 0. تحليلك وشايف مين الاقرب للصعود؟ بص، النادي القسنطيني قطع خطوه هامه جدا. انا اتفرجت على الماتش، كسب الصفاقسي في تونس 1-0. دي طبعا خطوه مهمه وتدي لهم دفعه كبيره جدا، فانا شايف ان هو هيكون موجود في الدور التالي. اتمنى يكون مع نادي الصفاقسي، ولكن دي امنياتك لكن الواقع استاد مالي. الصفاقسي على فكره مدينه صفاقس وجمهور صفاقس عاشق جدا لكرة القدم طبعا، وفي علاقات قديمة جدا بين الزمالك ونادي صفاقسي بالمناسبة، وفي اتفاقية توأمة وحتى أنا كانت بتربطني ولا زالت لليوم يعني علاقة صداقة مع رئيسه السابق في العصر الذهبي للصفاقسي صلاح الدين الزحاف. وأستاذ صلاح الدين الزحاف بالمناسبة هقول برضه على السر، يمكن هم حتى في تونس ما يعرفوش عنده أصول مصرية ومشجع كبير جدا لنادي الزمالك. وكان برضه تربطني علاقة صداقة ولا زالت بالأستاذ جمال العارم الرئيس اللي قبله، برضه من الناس الشخصيات المميزة جدا، والاتنين رجال أعمال شاطرين جدا وناجحين جدا. لكن الصفاقسي عنده دلوقتي مشاكل كتير، فأتمنى أتمنى إنه يعني إن شاء الله يشد. لو مش كده هيبقى سيمبا. طبعا، لكن طيب. لكن هي المجموعه ديت مجموعه يعني مجموعه مش سهله يعني. طيب المجموعه الثانيه، استاد مالي، نهضه بركان، ستريمبوش، ديسبورتيفو، دلوان دسول. الترتيب استاد مالي في المركز الاول 3 نقاط، نهضه بركان 3 نقاط المركز الثاني، ستريمبوش 0، ديسبورتيفو 0 من النقاط في المركز الرابع. يعني مونستر رضوان شايف نهضة بركان وانت مغمض كده حاجز مكان يتاهل. فريق أول. قوي فريق قوي مميز، هما كسبوا امبارح على فكره 2-0. فريق نهضة بركان معين الشعباني خلاص طبعا السنه اللي فاتت كان تولى المهمه، فخلاص حط ايده على كل نقاط القوه وضعف الفريق. ماشي بشكل كبير، بيكسب، متصدر الدوري وفرق كبير من النقاط. يعني كل الامور تخليه ياخد اول. احنا اتفقنا ان المجموعه الاولى شباب قسنطينه ونادي الصفاقسي او يعني سيمبا. المجموعه الثانيه نهضه بركان ومين؟ نهضه بركان، ويعني ممكن تقول استاد مالي ممكن يكون موجود، او ستيلنبوش الجنوب افريقي. ايه الاقرب؟ مين الاقرب؟ والله الاقرب بالخبره يعني الافريقيه تقريبا استاد مالي، وممكن ستيلنبوش كره برضه في جنوب افريقيا جيده. واستاد مالي يعني هتفضل المنافسه على المقعد الثاني ده لاخر مباراه، لاخر جوله. لكن نهضه بركان هيحسم الامور بدري. المجموعه الثالثه، اتحاد العاصمه، اسك ابيجان، ديارف دكار، اوروبا يونايتد. المجموعه الثالثه يعني في اتحاد العاصمه اول 3، اسك ابيجان 3 الثاني. اتحاد العاصمه برضه انا متوقع الاول، هو طبعا اتحاد العاصمه يعني من الفرق الجيده، وامبارح كسبان بسكور ما شاء الله يعني كسبان 6. وفريق اسك فريق عنده خبرات وفريق مميز، ويعني شفناه في افريقيا سلفت في دوري الابطال، وصل لغايه دور الثمانيه وخرج من الترجي بركلات الترجيح. يعني كان مع الترجي 50-50 يعني 50-50. فانا برشح اتحاد العاصمه واسك ابيجان. المجموعه الرابعه، الزمالك المصري، يعني خلينا نحطه في المقدمه الصراحه، يعني ما اعرفش هم ليه حاطينه في الجدول الثاني. الزمالك 3 نقاط والمصري بورسعيدي 3 نقاط، انيمبا 0، بلاك بولز 0. يمكن هو احنا حطيناه الاول اهو في المجموعه، لكن في الورقه اللي قدامي المركز الثاني. شايف ازاي المجموعه دي؟ هو ما فيش، هو الزمالك والمصري نفس السكور، نفس عدد الاهداف، ده سجل زي ده، ما فالاثنين يعني اول واول مكرر يعني، او هما الاثنين اول مجموعه، انيمبا ثالث، بلاك بولس، وده اعتقد هيكون الترتيب النهائي يعني. بس هو اهم حاجه انه الزمالك والمصري يفوزوا على انيمبا ويعملوا معاه نتائج كويسه في نيجيريا. طب شايف ازاي مباراه الزمالك والمصري ذهابا وعوده؟ يعني يمكن دي مباريات صعبه جدا. ما يعني 6 نقاط وعلى ملعب الاثنين يعتبر. طبعا والجمهور طبعا موجود هنا وهنا طبعا. 6 نقاط صعبه جدا وغاليه جدا، وبقول لك انه ممكن يعني
يحصل عدم توازن، لانه انت في ملعبك وهو في ملعبه برضه نفس الامر، فالنتائج بتفرق. يمكن المباراه الاولى للزمالك مع المصري هتكون بدون جمهور نادي الزمالك، الزمالك معاقب مباراتين على ارضه بدون جمهوره. والمباراه الاولى كانت امام بلاك بولز، بعد كده نروح نلعب انيمبا، فبعد كده هترجع تلعب المصري هنا مباراه الذهاب بتاعتك. فهيكون جمهور نادي الزمالك مش متواجد. او لا انت لا لا عفوا، الزمالك لعب دور ال 32 صح، البوليس الكيني بدون جمهور، والمباراه اللي فاتت المباراه الجايه بدون بجمهور. يبقى كده الزمالك والمصري بجمهور، يبقى ما يعتبرش المباراه على ملعب الزمالك ولا المصري. مباراه على ملعب المصري. لعب في السويس امبارح بالمناسبه، او يعني مباراته كانت في ملعب مدينه السويس، وكان دي جمهور طبعا. انت عارف انه كان في مشكله بالنسبه لبورسعيد كبيره جدا، المسافه ما بين برج العرب وبورسعيد، بورسعيد اكتر من 300 كيلو. صح. فالناس اللي بتروح ما حدش بيطفي برج العرب، هم بيروحوا. فيعمل 600 كيلو في يوم، دي بالنسبه له عمليه مستحيله يعني. فدلوقتي السويس لا، الدنيا بقت سهله يعني. يعني راح جاي يعمل له 300 كيلو اسهل، والطريق ربما مفتوح. ومباراه الزمالك برضه هيلعبوها في السويس العوده، اللي هي المباراه بتاعتهم على ارضهم. ممكن ما اعرفش بقى السويس ولا برج العرب، بس اعتقد ان هي ممكن تكون في السويس يعني. طيب في الفرق اللي شايفها هتبقى حصان اسود اللي ممكن تعكس كل توقعاتنا دي وتصعد، الفرق اللي ممكن يعني نشوفها تصعد في الاربع مجموعات؟ ما احنا اتفقنا يعني ان الـ بالنسبه للمجموعات يعني حصان اسود المجموعه كده ممكن نلاقيه يخالف يعني كل التوقعات. المجموعه الاولى بص، الناس هتفاجئ بمستوى شباب قسنطينة. يعني احنا عارفين طول عمرنا مولودية الجزائر، بالنسبة لنا عارفين اتحاد العاصمة، عارفين وفاق سطيف، عارفين يعني الفرق اللي هي كان جيتي زوزو اللي هو شباب القبائل، دي الفرق المعروفة للمشاهد في مصر. لكن السنة دي هتفاجأ بمستوى جيد للشباب قسنطينة، اللي هو زي ما قلت بيتصدر الدوري الجزائري، عنده شعبية لأن هو مدينة قسنطينة، جمهوره يعني متحمس جدا، فده ممكن يكمل يعني والمراحل متقدمة. لكن في فرقة تاني ممكن يعني في كمان، انت قلت لي حضرتك قلت لي ستيلنبوش، ستيلنبوش في جنوب افريقيا، واستاد مالي، استاد مالي طبعا اكثر خبرة، بس يعني ستيلنبوش ممكن يعمل ممكن حاجة، ممكن تعمل حاجة؟ بس انا ممكن اقول لك انه يعني نهضة بركان ده معدي يعني. في حاجات بقى بتتحكم لو انت الفرقتين حظوظهم زي بعض، في حاجات بتحكم زي تفرق في ايه بقى؟ ترتيب المباريات، اخر مباراه فين، ممكن تبقى مباراه فاصله على ملعبك مثلا، تفرق وتديك دفعه. المباراه الاولى مثلا اللي انت بداتها، يعني الحاجات دي كلها بتفرق يعني. الناس دايما المدرب الشاطر يبص على ترتيب المباريات دايما. يعني يبص على المجموعه وقوتها، وعين يبص على ترتيب المباريات ويلعب فين الاول، وبعدين الجوله الثالثه فين والرابعه فين بس هو يعني الفرقه النهارده الكره اتغيرت، النهارده الناس بتلعب وتؤدي بره ملعبها بشكل جيد. كان زمان يقول لك يعني بره ملعبه وبره ملعبه لا، النهارده انت شايف اهوت مثلا امبارح لسه بنتكلم على الصفاقسي وشباب قسنطينه، الصفاقسي خسران في ملعبه من شباب قسنطينه. فيعني طبعا ان شاء الله الزمالك يعمل نتيجه ايجابيه، ده مهم قوي. ماتش انيمبا ده زي ما قلت لك، ومهم ان انت تثبت الفريق ده، لانه هو يعتبر اقرب المرشحين بعد الزمالك والمصري للتاهل. التوب فور، ايه اصعب اربع فرق؟ اصعب اربع فرق اللي نلاقيهم في الكوارتر فاينل سيمي فاينل، نهضة بركان، اتحاد العاصمه، الزمالك، واتصور انه المصري مكمل كمان. يعني المصري لو تأهل برضه معانا ان شاء الله هتلاقيه مكمل. يعني اسك ابيجان لا، دياراف دكار لا، اوروبا يونايتد لا، انيمبا عندنا، شباب قسطنطينيه، الصفاقسي، برافوس، استاد مالي، نهضه بركان، سيمبا، كل الفرق دي حركه. سيمبا فريق جيد، وخد بالك الكوره في تنزانيا فيها طفره اقتصاديه كمان جامده جدا. يعني من اكتر الدول اللي بتعمل تسويق وحضور مباريات، وفي حقوق اعلانيه على فانيلات اللاعبين، والمباريات كلها بتلاقي الملعب مليان. صح. استاد مكابا الوطني ده فيه 50 او 60 الف كل ماتش. يعني كان لسه الهلال بيلعب مع يانج افريكانز، الملعب كله مليان.
ودي سمت المباراه في تنزانيا، فالتسويق فيها عالي وفيها طفره كبيره جدا. ف يعني سيمبا برضو من الفرق الكبيره ويعني برضو ممكن انه يعمل حاجه. طيب من افريقيا للدوري المحلي، نادي الزمالك عنده مباراه مقبله مع غزل المحله، وخلينا نبداها بذكريات المحله. حضرتك عندك ذكريات مع نادي الزمالك والمحله واستاد المحله بالاخص. استاد المحله في حاجة لطيفة. أستاذ حضرتك دلوقتي انبسطت أول ما افتكرت استاد المحلة. لا هقول لك على حكاية. إحنا كنا زي الوقت دلوقتي كده، يعني أول مباراة رحت غطيتها يعني لما بدأ إرسال قناة النيل، وكانت مباراة تجمع المحلة مع الأهلي. فنوفمبر أنت عارف في مصر يمكن الأسبوعين دول الجو بره قوي، لكن زمان ما كانش بارد قوي. كان لسه. يعني نهاية الصيف. يبتدي كده البرد يسخن كده او يخش من ايه من نص ديسمبر النص الثاني كده يعني. فانا رحت يوميها ولبست تقيل شويه. فكان معايا في العربيه اللي رحنا فيها الكابتن عادل محمود المعلق الرياضي. فطبعا انا بقى تقريبا انا الوحيد اللي لابس تقيل شويه وهو. فتهرينا تريقه بقى من كل اللي في العربيه. فقال لي بص الناس دي هتعرف دلوقتي. قلت له ليه؟ قال لي الاستاد ده، هو كان بيلعب طبعا لعب في النادي الاهلي ولعب في ترسانه سنين طويله. قال لي الاستاد ده ساقع جدا، اسقع ملعب في مصر. قلت له ليه؟ قال لي مفيش بيوت والمنطقه المحيطه كلها فاضيه، فبالليل بيبقى صاروخ ملقى فهو. وما انساش انا طبعا وانا في الملعب ساعتها، وبننزل كنا نعمل قبلها لقاءات وبتاع، ابص بقى على الطاقم العمل اللي معايا كله بيتكتك، الاقي كله واللي خرج واللي مش قادر فبقيت طبعا ما انساش. كان يوم جميل يعني. هو ملعب صعب، ملعب يعني احنا بنحب الملعب ده كشعب مصري، بنحب ملعب المحله وليه ذكريات، ولكن اي فرقه بيبقى صعبان عليها تروح تلعب هناك. الماتش بيبقى صعب، الكوره تحس ان هي بتبقى مايله جدا لفرق المحله. ان كانت الغزل او البلديه. هو برضو من النقط المهمه بالمناسبه، كان في زمان يعني في اول الثمانينات كان اي فريق يحب يلعب في المحله وخاصه الفرق الكبيره. اولا الملعب كان رائع جدا، حتى المنتخب كان بيلعب ماتشات كتير في المحله. شوف بقى لدرجه ايه يعني، استاد المحله ده كان استاد رائع جدا. فكان وده بقى حاجة يعني تحكيها لأي مسؤول النهاردة، اللي كان مسؤول عن الكورة وكل حاجة في كرة القدم في المحلة كان الأستاذ محمد حبيب، اللي هو والد المهندس شريف حبيب اللي كان رئيس نادي المقاولين، كان محافظ بني السويف. فشوف بيعمل إيه الراجل ده بقى، ندي درس للناس. كل منافس جاي له ينبه عليهم، يعني هو مثلا هيقابل زمالك أو أهلي أو إسماعيلي، ينبه عليهم إن يجوا بدري شوية. ليه؟ بياخدهم يعزمهم على الغدا، وبعدين يدي لكل واحد فيهم هديه للفريق المنافس. تصور كل واحد هديه ويقابلهم كرم ضيافه. اعظم استقبال. فانا بحكي ده عشان الناس تعرف كيف كانت الاجواء. مش هتفنن بقى ازاي اللي جاي لي ده ان انا ضايقه وان انا اخرجه عن شعوره وان انا مش عارف احاول انرفزه ازاي. لا 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 ما كانش الجو كده. ولذلك كانت ماتشات المحله مع الفرق الكبيره كانت ماتشات جميله جدا. والمحله ليه تاريخ يعني، في خاصه في السبعينات كان عمل نتائج كويسه جدا. يمكن فالماتشات بتبقى صعبة. مباريات الغزل المحله في ملعب المحله مع فريق نادي الزمالك بتبقى عيد، الملعب متقفل على اخره. كده كده جمهور المحله بيحضر كل المباريات، ولكن حتى جمهوره كبير جدا. جمهور الزمالك بيسافر وحجز التذاكر كلها، خلصت تقريبا من امبارح. لا، جمهور في المحله جدا، في المحله في المنصوره اللي هي تبعد 20 كيلو فقط عن المحله. في طنطا اللي هي برضو المحله، انت عارف طبعا محافظه الغربيه، او طنطا طبعا غربيه برضو مسافه صغيره، فبيروحوا بالاضافه بيبقى عيد اليوم كل الاقاليم. فجمهور الزمالك، لا الزمالك ليه شعبيه كبيره جدا في الـ في الـ في المنطقه ديت. يعني شايف المباراه دي ازاي؟ شايف مباراه صعبه طبعا. وشايف انه يعني برضو جدول الدوري في الاسابيع الاولى، انت ملاعب سموحه بره في اسكندريه، وملاعب هتلاعب لا ده اول ثلاث اربع مباريات بره، تلاعب المصري وبرج العرب. انا معرفش التقسيمه ازاي. وانا قلت قبل كده كمان ملحوظه مهمه جدا بالنسبه لمسابقه الدوري، قلت ان اتحاد الكره واللي حط الجدول كويس ان هم عملوا نظام يقلل عدد الاسابيع، بس وقعوا في غلطه ستقضي تماما على المنافسه. يعني انت النهارده عملت مرحله اولى، ده جميل جدا،
لكن ما يمكنش انك تطلع الفرق كلها بنقاط. انت هتاخد 9 هيلعبوا مع بعض دوري مظبوط، فانت بتطلع 9 بالنقط بتاعتهم. طيب تعالى للخامس، بلاش التاسع ولا الثامن، هتلاقي بينه وبين الاول مثلا من 12 ل 15 نقطه. صحيح، ما كانش 20. طب ده هيعمل ايه؟ هيبقى مش لدرجه 20، هيبقى بيأجز. هيبقى بيلعب المباراه كده يعني، ما ملهاش لازمه. ده هيعمل ايه؟ ما هو خلاص هو كده ضمن البقاء، وفي نفس الوقت ضمن عدم الفوز، ياخد الدوري. صح، دي حاجه. طب السادس، طب السابع، طب الثامن، طب التاسع هيعملوا ايه؟ طب ايه اللي كان النظام الامثل؟ انت قلت انا هعمل زي الدوري البلجيكي. في الدوري في بلجيكا قال لك الفرق هتطلع بنص نقاط. طيب عايز نظام اخر، هقول لك الدوري في تونس اللي هو مرحله التتويج، قسموا الفرق لمجموعتين، وقال لك الاول اللي خد اول في المرحله الاولى اديله 3 نقاط، والتاني نقطتين، والتالت نقطه. فاصبح الفرق بين الاول والسادس ما انت 3 هتاخد نقاط. ما انت نقطتين، ما انت هتاخد صح. ما انت هتاخد اول وتاني وتالت في المجموعه الاولى، واول وتاني وتالت في المجموعه الثانيه. ايوه مجموعتين. فبقى 6 فرق، فاخر واحد عنده فالاخير نقطتين. نقطتين بس. فطبعا يعني حاجه زي كده هتقلل فرص المنافسه، وكمان حته الملعب وهتعمل مشاكل كبيره جدا. حته الناس الملعب مش هتحس بيها دلوقتي، هتشوف كلامي لما تدخل في المرحله دي وتشوف الفرق بين الاول وبين الرابع او الخامس. ودي نقطه مهمه جدا. صحيح. طيب عندنا كلام كتير، وبالاخص عن كيفيه اداره جوزيه جوميز لهذه المباراه، ولكن استاذن حضرتك واستاذن الساده المشاهدين فاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا. اطلعوا في اي حته تمام. مان طارق، كيف يدير جوزيه جوميز هذه المباراه؟ ويمكن حضرتك من محبي لعب جوزيه جوميز. مدرب كويس جدا. وهو مركز في شغله وبس، بيتعرض لحملات هجوميه كبيره جدا، والجمهور بيزعل منه ساعات. لكن هو كمجمل وقياسا بالامكانات اللي اتيحت ليه، وقياسا بالتغييرات، وكان ايقاف قيد وازمات ماليه ولعيبه مصابه، انا شايف انه مدرب هايل. وبعدين جوميز المدرب التقيل يظهر في الماتشات الصعبه. تعالى لمعظم الماتشات الصعبه هتلاقي جوميز ادارها بشكل جيد جدا. يعني ماتشاتك الصعبه ايه؟ كاس مصر بدايتها. لا، خلينا نقول كاس كونفدراليه الاول. كاس كونفدراليه الماتشين بتوع نهضه بركان لعب صح، ولعب ماتش العوده صح، وقفل الجيم صح. تيجي للسيمي فاينال برضو اللي كان في غانا، هنا 0-0، هنا كسب 3 افتكر، وعمل ماتش كويس. تيجي للسوبر عمله هايل. كاس مصر السوبر المحلي والسوبر الافريقي. تيجي لكاس مصر عمله كويس رغم خساره. هو بيظهر في الماتشات المهمه، وهو امبارح عمل حاجه تؤكد ليك ان الراجل ده بيفكر، وعمل حاجه مش اي مدرب يعملها، اللي هو موضوع فتوح ده. فتوح كلنا عارفين انه بيلعب باك ليفت، وممكن يلعب هاف ليفت، ومرتين كده كان اوسوريو لعبه صانع العاب. لكن ان انت يجي في بالك ان جوميز هيحطه باك ليفت وصانع العاب، تستغرب. طب عملها ازاي دي؟ وانت الكره عليك هو بيروح ناحيه الشمال يقفل، وانت الكره معاك هو اللي بيبصم على الكره، وهو اللي بيطلع التمريرات. وده عمله جوميز ليه؟ لانه عارف ان فتوح لعيب كوره، فتوح لعيب كوره. خد بالك دلوقتي لعيبه الكوره بقى قليلين اللي عندهم لمسه، واللي يقدر يعمل باصه صح، سواء عاليه سواء ثرو سواء واحده طوليه سواء وهكذا. فتوح عنده الميزه ديت، وبعدين بيكشف الملعب، الكوره معاه بيبقى شايف تحركات طارق، مينا، عينه على اللعيبه، والتمريره بتروح بنسبه كبيره صح، وعمل كذا باصه صح. فالحقيقه ده كان تفكير هايل، خاصه انه هو جوميز عارف ان في نقص جامد جدا في نص الملعب. ناصر ماهر مش موجود، محمد شحاته اصيب. القصه عنده يعني فيها صعوبه، انت عارف ان في مراكز في الزمالك فيها صعوبه، مركز وسط المدافع، ويعني انت محتاج لعيبه لازم، والسرد باكين.
محتاج برضه لعيبه، بس ان شاء الله مع رجوع الونش برضه الامور تبقى افضل يعني. فبالتالي هو مدرب جيد، هو بس الجمهور اختلف معاه في حاجه او احنا اختلفنا معاه. بدايه الماتشات شيكابالا لاعب هايل وممتاز، بس بدايه المباراه بتخلي الامور بالنسبه له صعبه جدا. بتخلي الامور عليه هو كمان صعبه. ليه؟ شيكابالا لما يلعب في الشوط الثاني وينزل على باك او ينزل على لاعب مكلف برقبته او هيتحرك معاه، هينزل على لاعب لعب وجري فوق ال 50 60 دقيقه، فالنواحي البدنيه عنده بتقل، فبالتالي تبقى مهم شيكابالا في الحركه افضل. تاني حاجه التركيز كمان بتاع اللاعب بصفه عامه كمان بيقل مع الوقت، هو بيبقى نازل من بره فريش ويبقى نازل تركيزه 100 100. فبالتالي وجود شيكابالا في الماتشات المهمه ككارت رابح كمان يبقى ليك افضل ان انت تدفع بيه من الاول. ده وجهه نظري، ده يمكن الخلاف الوحيد. لكن هو بيفهم كره كويس جدا، هو قرا اللعيبه وامكانياتهم بسرعه. هتقولي طب يعني مصطفى شلبي دايما الناس تتكلم ليه ما بيخشش ما بيسيبش خط التماس، دي المشكله. كل الاجنحه في العالم بتقطم لجوه، بتخش وهي اخطر لعيبه، بيشوط يعمل اوفر باس. انا شفته في فيديو بعد مباراه دريمز بتاعت غانا وهو بيتكلم مع لعيبه بين الشوطين وبيقول له شلبي عايز اشوفك جوه، عايز اشوفك بتاخد بينك. لا احنا بنقوله ده بالظبط، عايز اشوفك بتهاجم، عايز اشوفك جوه الصندوق. فهو فاضل بقى ان شلبي يستجيب معاه يعني. اذا هو واخد باله كويس قوي من النقط ديت. فهو كمجمل بالنتائج اللي عملها صح. انا عجبني كمان، تعرف انت عجبني جدا ساعه ما صمم ساعه بطوله كاس مصر انه ما يلعبش بالتشكيل الاساسي. ناس زعلت جدا. تعرف لو كنا لعبنا بتشكيل اساسي ومع كثره الاصابات دي كان هيبقى اضعاف اضعاف الثلاثه والاربعه، كنت ممكن تلاقي 10 11 لعيب مصابين. لان الموسم بيخلص في 30 31 اغسطس وانت عندك ماتش، كان عندنا نهائي، اثنين نهائي سوبر افريقيا. لا كان عندك الاول ماتش الشرطه الكيني في كينيا الاول، صحيح، وهتسافر له يوم 9 ولا 10، يبقى ترجع للتدريب يوم 6 ولا 5، تاخد راحه في السنه كلها 4 ايام، كارثه. فكان ده تأثيره هيظهر على اللعيبة، بيبتدي يظهر قوي في نوفمبر وديسمبر إذا ما عملتش إعداد جيد. فهو تهاجم هجوم عنيف بس كان صح. ونتمنى شفاء كل المصابين يعني إن شاء الله. طب عايز أسألك، تفتكر المباريات التاريخية ما بين الزمالك وغزل المحلة؟ والله في مباراة أنا ما انساهاش، اللي هو الفريق بتاع 96 95 96 كان في احمد الكاس واسماعيل يوسف واشرف قاسم وكل الفريق نجوم طبعا. 11 لاعب نجوم يعني، بيقدم كره جميله جدا. ف المحله كان فريق قوي وقتها جدا ومبارياته صعبه والملعب مليان كالعاده، نص اليمين زمالك ونص الشمال كله جمهور المحله. المهم ان المباراه فضلت لغايه الدقيقه 33 في الشوط الثاني 0-0. نزل احمد الكاس في الدقيقه 20 22 25 حاجه زي كده. ويعني بعد نزوله بحاجه بسيطه جدا، كره مرفوعه من ناحيه اليمين وبعدين عملت باند في الارض. لما عملت باند في الارض وطيت شويه، ده طبيعي. يعني الكره مرفوعه عملت باند في الارض وعليت تاني، لكن لما عليت ما عليتش في مستوى ان انت تلعبها تطير وتلعبها بالهيدز، لا عليت مثلا حوالي نقول متر وربع مثلا كده. احمد الكاس دخل بالدفاع غير عادي وبدماغه ووطل الكوره، رغم ان كان في لاعب المحله جاي وبيضغط ورجله كانت مرفوعه، فاحمد الكاس دخل وبراسه ولعب الكوره في الزاويه البعيده. فانا ما انساش الجول ده، كان من الاهداف الجميله جدا والصعبه جدا، خاصه ان الكاس كان جاله ارتجاج في اول مباراه يلعب فيها مع الزمالك، كان ماتش ودي، كان زمالك واسماعيلي في ملعب الزمالك. وكان رضا سيكا في الاسماعيلي وقتها، ولسه الكاس اول مباراه بيلعبها، دخل رضا سيكا تعور الكاس جاله ارتجاج، حتى رحنا المستشفى في الدقي زرناه يعني. ف يعني كون انه يبقى عنده الجرأه ديت ويخش براسه في الكره دي وبالاندفاع ده
ويسجل هدف كان شيء جميل. وعايزين نهني احمد الكاس بالمناسبه، يعني حاجه طبعا جميله جدا التيم بتاعه بيلعب في المغرب وتيم 17 سنه وتعرض لصعوبات غير عاديه، يعني سبع لعيبه تم استبعادهم قبل البطوله عشان السن، وبعدين الفريق اول مباراه لعبها مع خسرها مع المغرب، خسر خمسه. اي فريق تاني ممكن يتحطم ينتهي. صح. هنا بقى الكوتش لازم يلعب دور نفسي بجانب انه طبعا عنده النواحي الفنيه، فاحمد الكاس تعامل مع الموقف هو ومحمد ابراهيم المدرب العام بشكل فيه هدوء، ادوا الثقه للاعيبه، كسبنا بعد كده الجزائر، كسبنا تونس، كسبنا ليبيا. وطلعنا الاول. خد بالك انت طالع الاول على مين؟ على المغرب، والمغرب عندها طفره رهيبه دلوقتي. صحيح. المغرب رابع كاس عالم. المغرب راحت كاس عالم سيدات. المغرب تيم منتخب اولمبي الثالث وكسبونا سته في الثالث والرابع. المغرب 17 و20 سنه في بطوله شمال افريقيا تاهلوا. كله ماشيين بشكل هايل يعني. فاللي اتعمل ده انجاز كبير، ارجو ان الناس يعني تتقدر، اتحاد الكوره وكل المسؤولين والاعلام، لانه اللعيبه دي والجهاز يستحقوا فعلا التقدير يعني. بمناسبه اتحاد الكوره، يعني اكيد لازم اسال حضرتك عن رايك في انتخابات اتحاد الكوره فوز قائمه المهندس هاني ابو رضا بالتزكيه. والله نتمنى له التوفيق، طبعا مهمه يعني مش سهله. واتحاد الكوره اقول لك بقى اهم حاجه ايه؟ لابد ان يسترد هيبته. محدش يزعل يعني، بس هو هي دي الحقيقه. بمعنى اهم حاجه ان اتحاد الكوره يحاول، دي اهم حاجه مطالب بيها اتحاد الكره وهاني ابو ريده ومجلسه. يعني ايه استرداد؟ استرداد الهيبه. لا، هو اتحاد الكره اضعف من الانديه في السنين الاخيره. اتحاد الكره يعني كلنا كنا شايفين كيف كان في الفتره الاخيره. الامور كانت سيئه جدا يعني. فاهم حاجه ان اتحاد الكره بلجانه بكل المسؤولين الموجودين فيه برئيسه يستردوا هيبه اتحاد الكره، لانه المفروض الجهه المنظمه للعبه كره القدم في مصر. يمكن حضرتك عاصرت اكثر من رئيس اتحاد كره القدم المصري، وكنت على علاقات قريبه ببعض من اعضاء مجلس الاداره، مجلس طبعا اتحاد الكره. شايف ايه روشيتا او ايه اللي ممكن يقدمه مهندس هاني ابو ريده في اتحاد الكره خلال الفتره المقبله؟ عندنا في السنوات الاخيره نموذجين رائعين مش هنساهم ابدا، وربطتني بيهم علاقه هايله جدا. اللواء دهشوري حرب طال الله في عمره، شخصيه قويه طبعا، كان لا ينظر لمصلحه فقط الكره، لا ينظر الى مصلحه الكره المصريه، لا يهاب من احد ويطبق الصح. والكابتن سمير زين رحمه الله عليه، الله يرحمه، شخصيه ممتازه. وكابتن سمير زين مش هننساله انه كاس الامم 98 وكاس الامم مصر 2006 2008 2010 طبعا، وما ننسالوش انه الفريق وصل لاعلى تصنيف يصل اليه فريق عربي او افريقي التاسع على العالم، وانه كسب بطل كاس العالم ايطاليا في كاس العالم للقارات في 2009. يعني ايطاليا كانت واخده كاس العالم 2006 بتلعب كاس قارات، احنا كسبنا 1-0 الهدف مستوى هايل امام البرازيل. كل ده كان ايام الكابتن سمير زاهر الله يرحمه يعني. جاهز لاسئله الشاشه؟ يلا بينا. يلا. السؤال الأول لمهندس طارق رضوان، أتوقع أن يكون طرفي النهائي الكونفدرالية هذا الموسم بين هذين الفريقين. هو طبعا القرعة ما احناش عارفينها لسه، إنما أقوى يعني فرق هم فرقتين، ونهضة بركان، اتحاد العاصمة موجود بقوة. تاني الزمالك ونهضة بركان تاني؟ ممكن جدا طبعا، هو اتقابلوا مرتين قبل كده هم اللي وصلوا. وممكن المصري كمان يعمل حاجة، المصري من الفرق الكويسة جدا. اللي بعده، شعبية شيكابالا الأفريقية ضخمة لتلك الأسباب. طبعا شيكابالا لعيب كويس جدا، عنده إمكانيات ممتازة، والبشرة السمراء كمان بتلعب دور دايما، هما أكيد قبول بيتعاطفوا أكيد يعني. وشيكابالا لعيب مميز جدا أكيد، وأهدافه جميلة جدا. اللي بعده، هذه أفضل بطولة أفريقية في تاريخ نادي الزمالك. أول بطولة خدها الزمالك مش هتتنسي، 84 كانت على حساب فريق نيجيري اللي هو شوتينج ستارز بالتأكيد. 86 كانت على حساب نادي إفواري، 93 كانت على حساب كوتوكو، ما تتنسيش برضو أبدا لأنها كانت أيام الكابتن الجوهري بركلات الترجيح.
96 2002 كل البطولات دي لا تنسى يعني. سوبرمانس والسوبر طبعا انا بس اتكلمت على دوري الابطال يعني. لا انا بطوله افريقيه والسوبر الافريقي 94 طبعا والسوبر الاخير اكيد برضو ما يتنسوش. حضرتك ذكرت كل البطولات. لا انا فكرت المشاهدين وانا بعمل. طب لو هتختار البطوله المفضله لحضرتك بطوله افريقيه لنادي الزمالك هتبقى ايه؟ واحده المفضله. والله يعني كل جيل وكل فتره وليها ظروفها. لكن دايما بتفضل اول بطوله في الذاكره. طبعا. اول بطوله بتبقى في الذاكره 84 طبعا. اللي بعده. هذا هو افضل لاعب افريقي في تاريخ نادي الزمالك. سؤال صعب. سؤال صعب ده. هقول لك بقى الاجيال وبالارقام على فكره. أفضل. ماشي قول الاجيال بس هقول لك لا هقول لك حاجات بالارقام. كابتن حسن شحاته خد في 74 افضل لاعب في كاس الامم التي اقيمت في مصر عام 74. بس احنا بنسال عن افضل لاعب افريقي. ما انا جاي لك اهو. ماشي. افضل لاعب من الزمالك في القرن. افضل لاعب لا افضل لاعب لعب في الزمالك لاعب من افريقيا. طيب ماشي ما هو افضل لاعب من الزمالك لعب في افريقيا. حسن شحاته 74، كابتن فاروق جعفر خد ثاني افضل لاعب في بطوله 76، كابتن ابراهيم يوسف رحمه الله عليه فاز او افضل لاعب افريقي في تاريخ الزمالك. لا ماشي ماشي, ماشي. خليها السؤالين. خليها السؤالين. ابراهيم يوسف برضو الله يرحمه خد ثاني افضل لاعب في عام 1984. لكن ارجع بقى للتاريخ افضل لاعب افريقي في تاريخ الزمالك. وانت مغمض تقول ايمانويل امونيكي على طول طبعا النجم النيجيري الرائع. وانت مغمض. واحترف في سبورتنج لشبونه وخد جوائز كتيره يعني. تمام. اللي بعده. من هو افضل لاعب افريقي في التاريخ من وجهه نظرك؟ افضل لاعب افريقي في التاريخ. انا بنحاز لمحمد صلاح بالتاكيد. طبعا. يعني محتاجه يعني سؤال. محمد صلاح انا كنت شايفك بتتكلم عليه يعني كويس ان انت اديته حقه وارجو ان كل وسائل الاعلام تدي الراجل ده حقه. ده الراجل ده جاب 300 هدف. عايز تقول له ايه فيها؟ عايز اقول له اللي انت حققته ده صعب انه اي لعيب بيعمله. تصعبت كده الامور على نجوم جيلك. الاجيال الحاليه عايز اقول ان هي محظوظه ان هي شافت محمد صلاح. ده باختصار شديد كل من شاهد محمد صلاح ومسيرته وشافه في الدوري الانجليزي وشاف تعلقه ومحققه فهو محظوظ وان هيقعد طول عمره يتذكر المباريات والحاجات الجميله اللي عملها محمد صلاح والانجازات. اللي بعد. ما سبب تفوق الزمالك في الشعبيه في البلدان الافريقيه والعربيه؟ ثلاث اسباب. الاول. السبب الاول الزمالك بدا في الثمانينات بعمل علاقات رائعه جدا مع كل الاقطار العربيه وكان في عهد الراحل محمد حسن حلمي وعمل توأمة مع العديد من الأندية منها نادي الوداد في المغرب منها النادي الأفريقي في تونس بعد كده الصفاقسي. السبب الثاني في فترة التسعينات يعني أقول لك كان في اهتمام. أنا كنت بتولى الإعلام يعني في فترة التسعينات ومطلع الألفية الجديدة كنت مسؤول على الإعلام في النادي. كان في اهتمام غير عادي بأفريقيا. كنا بنعمل كتب ناطقة باللغة الفرنسية والإنجليزية عن نادي الزمالك كانت بتروح أفريقيا في أي رحلة تتوزع على ال وسائل الاعلام كلها اذاعه وتلفزيون فكان ليها صدى جبار لانه الجرايد والاعلام وقتها لما كان والتلفزيون لما كان بيتكلم على الزمالك بيديله مساحات كبيره من خلال حاجات امامه فده لعب دور. الحاجه الثالثه بقى التالق الكبير للزمالك ونجومه في الثمانينات والتسعينات وما حققوه في القرن الماضي. تمام. مقنعه الثلاث اسباب دي؟ مقتنع طبعا. جميل. هذه هي رؤيتي لانتخابات الكاف القادمة. يعني صعبة جدا مش عارفين برضو الأمور لكن عايز أقول لك أنه متسيبي ليس سهلا وعايز أقول لك أن متسيبي ما بيحب الشمال أفريقيا قوي. كتير مواقف كتير كده تشعر بيها أنه بيجي شوية على شمال أفريقيا يعني آخر حاجة مثلا إزاي أنا عشان أطلع كاس أمم اروح واخد بتوع شمال افريقيا وحطيتهم كلهم في مجموعه واحده، يعني انا عايز اخلص عليهم واطلع منهم اتنين؟ يعني انت كده صحيح طلع مصر والمغرب 20 سنه و17 سنه لكن طب ما هو طلع تونس والجزائر بره وليبيا. فانا لو حطيتهم في مجموعات او تصفيات زي زمان كانت الفرق الخمسه انا اؤكد لك كانت هتتاهل. غير انه حتى لما كان بيفكر يعمل الدوري الافريقي اللي هو السوبر اللي عمله وما نجحش كان عايز يحط برضه فرق شمال افريقيا كلها في مجموعه. غير كده الاستفتاء الاخير والترشيحات بتاعته عليها علامات استفهام كتير. توقعات حضرتك؟
توقعاتي يعني بالنسبه انا كنت اتمنى ان يكون موجود محمد صلاح، يعني انا اتوقع انه اللي يكسب اشرف حكيمي المغربي ان شاء الله جائزه افضل لاعب خارج القاره يعني. هو الريفرنس ايه المعايير يعني زي لعيب زي صلاح ما يبقاش موجود في التوب 5 افضل مين اللي يبقى موجود؟ يعني محمد صلاح ما يكونش موجود مين حرفيا؟ لا ده في امر غريب برضه يعني انحياز برضه غريب يعني ويليامز حارس جنوب افريقيا حارس جيد وممتاز وشفناه وتابعناه وصد ركلات ترجيح، لكن تعالى للانجازات بتاعته هتلاقي جنوب افريقيا خدت مركز ثالث في كاس الامم. طب وفي التصفيات الاخرى مش ماشيه معاه قوي، محطوط ضمن افضل خمس لاعبين على مستوى القاره سواء خارج او الداخل اللي هم المحترفين، ومحطوط ضمن افضل خمس لاعبين محليين، ومحطوط ضمن افضل خمس حراس. ده كلام في الترشيحات. وده جوميز تم استبعاده وهو فاز ببطولتين، مدرب انجولا خرج من دور الثمانيه وفي التصفيات كاس العالم بعيد ورغم كده موجود ضمن الترشيحات، مدرب الكونغو موضوع ضمن الترشيحات. الكونغو يعني ما فيش حد يحط يعني حد للمواضيع دي. مدرب جنوب افريقيا محطوط ده ضمن افضل خمس مدربين في القاره في الترشيحات، الثلاثه اللي بقول لك عليهم. كولر طبيعي طبعا النادي الاهلي خد دوري الابطال يكون محطوط، لكن جوميز كان لازم يبقى موجود، ومدرب كوت ديفوار كان لازم وموجود مدرب كوت ديفوار لانهم خدوا كاس الامم طبعا، لكن جوميز كان لازم يكون موجود ضمن الترشيحات لافضل خمس مدربين. السؤال اللي جاي والاخير، هذا هو التشكيل التاريخي للزمالك. اوبا ده سؤال صعب قوي. لا بس المره دي هتجاوب 11 لاعب فقط. البدايه حارس المرمى الحارس التاريخي لنادي الزمالك لاعب واحد فقط. عادل المأمور. اربعه في خط الظهر من الشمال. اربعه في خط الظهر من الشمال اليمين، هقول لك الشمال باك ليفت احمد رمزي. ثيرد باكين او ليبرو بقى كان ماشي مش مشكله يعني. ابراهيم يوسف لاعب مميز جدا طبعا كان طبعا. الناحيه اليمين في كان محمد صلاح عمر جابر مميزين جدا طبعا دلوقتي يعني اختار حد منهم. وفي هنقول كمان في قلب الدفاع في الونش لعيب ممتاز. ده التشكيل التاريخي نادي الزمالك. انا بقول الونش من اللعيبه الممتازين. بس بص صعب انت بتتكلم في معلش من وجهه نظرك نجيب كده طبعا. خط النص مش هتقدر تستبعد لا حسن شحاته ولا فاروق جعفر. كابتن حسن شحاته كابتن فاروق جعفر. حازم امام بالتاكيد. وعايز اقول لك كمان كان الله يرحمه طه بصري كان لعيب كبير جدا من النجوم المميزه جدا يعني. طارق حامد عمل مجهود كمان كبير جدا في الهافد فيند. طب الاثنين المهاجمين التاريخيين لنادي الزمالك زيزو لاعب مميز جدا كان في زمان طبعا. علي خليل جمال عبد الحميد نجم فوق العاده. انت حضرتك قلت لي كل رائع جدا. وعبد الحليم علي لا انا بقى بص هو صعبه لازم تكون انت محضرها لكن انا جبت لك حوالي 15 او 16 لاعب يعني. حقيقه يعني استاذي طبعا والاعلامي القدير مهندس طارق رضوان بشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني النهارده. شكرا ليك. انا اللي سعيد جدا بوجودي معاك النهارده وبتمنى التوفيق لكل الفرق المصريه يا رب سواء في الكونفدراليه او في دوري الابطال، وللمنتخب المصري ان شاء الله مسيرته تكون موفقه في تصفيات كاس العالم وفي نهائيات كاس الامم ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك شكرا. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين للاسف خلصت حلقتنا، ولكن بكره ان شاء الله حلقه جديده من برنامجكم زملكاوي ودم شغفكم، واشوفكم دايما في احسن صحه واحسن حال ودم حبكم لنادي الزمالك. وحشوني جدا جدا جدا. صباح الف مليون خير. سلام.